مشاهدة ومتابعة تلفزيون اليوم السابع. احنا النهاردة معاكم من شادر السمك في مدينة شمين الكوم في محافظة المنوفية. مبادرة لمحاربة الغلاء هنا بتتم في شادر السمك هنا في محافظة المنوفية في مدينة شمين الكوم. زي ما انتم شايفين، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. عرفنا بنفسك كده. نوري. انا صبحي فرج. تمام. قول لنا الاسعار النهاردة اخبارها ايه؟ الاسعار والله احنا بنراعي برضه الظروف بتاع الحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها والاسعار، وعلى قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نوفر كل حاجه وفي نفس الوقت اقل سعر. تمام. قول لنا انواع الاسعار وظروف الناس. احنا عندنا النهارده اكتر من 100 نوع. تمام. اكتر من 100 نوع سمك. اكتر من 100 نوع سمك. تمام. ولسه في عربيه كمان. قول لنا النوع ده. النوع ده ايه؟ ده صبيت. ده صبيت بلدي. مكان. احنا بننضفه ايه؟ ده 270 جنيه. تمام. عندنا جندوفلي كان ب 100 و120 بقى ب 90 جنيه. تمام. عندنا جمبري كان ب 550 اللي هو السوبر سوبر جامبو اكبر جمبري. تمام. 10 جمبريات في الكيلو 12 جمبريه في الكيلو. تمام. ده ازازي بالواحده كده سويسي بالواحده ازازي. عندنا الاستاكوزا كان ب 400 250 جنيه. تمام. الاستاكوزا ب 400 250 جنيه. كلاماريا بتاع الحشو بقى ست الكل اللي عايزه تحشي كلاماريا دي بتتنضف كده بتبقى زي الشمع الابيض. عايزه تحشي دي بتتنضف كده عمليها سهله خالص. تعالى تعالى تفضلها هنا. تمام. هو ده تتحشي سفود تتحشي رز هو ده راح يجيبه زي المحشي العادي. فوائدها ايه بقى؟ دي الفسفور كله بيموتوا الغلا. دي زي الصبيط زي الجمبري الحاج صبحي بيموتوا الغلا. الراس دي بتتاخد وبتتعمل على السفود ودي بتتحشي من جوه كده بقى. تمام. هي كده اتنضفت كده بتتحشي كده بقى خلاص. بتتحشي بقى دي بتتحشي سفود تتحشي رز عادي زي المحشي العادي. ادي الشبكه اللي فيها خلاص كده تتحشي وبعود خله وبتتقفل من قدام. تاخد نص الحشو بس نصها بيبقى حشو عشان الرز بيزيد معاه. عندنا كابوريا حبتين اتنين في الكيلو. حبتين اتنين في الكيلو. بكام دي؟ 120 دي 100 بس. حبتين اتنين او ثلاث حبات في الكيلو. اللي عنده بنتك قد ايه؟ ثلاث حبات في الكيلو. تمام. زي ما انت شايف كده. بقول لك ده جابه ده جابه ركع جلاب. ابو جلامبو ده الاصلي. واللي جاب زينا قد ايه؟ عندنا الناجل. هو ده خرابينا ايه؟ ده ناجل وسط. الخطوط احمر الشفايف ويلون الكلام ده. ده نوع من انواع الناجل. 160 بس. بيض الصبيط ده مش هتلاقيه في اي حته. ايه الحلاوه دي؟ 230 بس. ادي 2 4 6 احنا هنا و10 اصناف. احنا هنا و10 اصناف. بقول لك اكتر من 100 جنيه. اعلى درجات المرجان سويسي. شراره ده كان ب 180 النهارده منزلوه ب 150. العرض ده النهارده بس. ده عرض الجمعه بس. العروس البلدي اللهم صل على الجمال النبي ده كان ب 185 النهارده ب 175. كلنا السمك الجميل ده نوعه ايه بقى؟ ده بياض. اكل الحلو يجيله. ده بياض بحر. ده بياض بحر. جيب بقى الحلو يجيله. حد عنده من ده؟ كداب راح يجيبه زينا. دي بقى اعلى درجات. ده اعلى درجات. تعالى تعالى تعالى. ده ذكر البحر زي ما بيقول. ده ذكر البحر اعفى شبكه في البحر دي. اللي بيحبه ربنا يجي في الشاد. صلى على النبي. خش بقى على السوبر جامبو. تمام. خش على السوبر جامبو اللي هو عرضناه في الاول. وحده يا وحده. واحد الله جمبري بيفطر وينطم يعلم الشاوي. 175 جنيه الصبيت اهو. تمام. ايه ادخل على العرض الثاني. دي كابوريا نيت. دي كابوريا نيت ب 40 جنيه بس. ب 40 جنيه. ب 60 40. بص بقى فيها ايه؟ تعالى هنا. واحد اثنين صغيره. لا لا شيال وتعالى ولا المنجل عويس. وسع وسع النهارده. ولا المنجل. قول لنا الجمبري ده بكام؟ الجمبري ده كان ب 450 و400 بقى ب 300 بس. سمك بلدي بلدي وعزاز. تمام. ده مرجان. وده؟ ده مرجان. ده زرابين. كام الكيلو؟ دي زرابين 160 جنيه. يا بلاش. دي زرابين 160 جنيه. سردين. سردين. سردين البلدي بقى ده. ده السردين البلدي. ده السردين البلدي السردين السويسي. ده 60. صلى على النبي صلى على النبي. بقول لك ده جابه ده جابه ركع على كلام. ده قمر. واحد جنيه. ده اسمه قمر. بكام؟ ده 140 جنيه. اللي جاب زي ايه ده كداب؟ قمر. تراك. تراك 90 جنيه بس النهارده. ابو 120 ابو 120 واحد في دراك ب 70 جنيه. يعني كل حاجه في حجمه 32 ب 70 جنيه. يا بلاش. ايه ده؟ تحتمها اسعار. مكرونه ب 90 النهارده. تمام. كلاماريا اهي. الحق الاكازيون النهارده. مش حل. عايز يحشي.
حقه ربنا. ده الشعور الحر. يجي هنا. تمام. ده الشعور الحر. 155 جنيه. ده الحر. ده الشعور الحر. بص. ده الشعور الحر. تمام. صلى على النبي. ده الهامور. ده الهامور. ابو 180 ب 150 النهارده بس. ايه ده النوع ده؟ صلى على النبي. صلى على النبي. ده عنبر. مربون عنبر. 130 واحد الليل. كوريها ب 35 جنيه. جمبري ب 35 جنيه. جمبري ب 120. وده الدراك ده اكبر حاجه 120. وده ايه؟ عندنا جنة فاكهة. ده بوش. بص شوف السجود دي بقى، دي احنا بنعملها هنا. دي بتعمل 3 شرب سجود. دي فيها جمبري، فيها فلي بلدي، فيها كابوريا بلدي، فيها كلاماري بلدي، فيها جندوفلي، فيها صوابع كابوريا. كل ده كده ب 70 جنيه. بقول لك النهارده عندنا 100 صنف النهارده. 100 صنف. ادي ناجل، ادي زرابين، ادي شعور. ايه الحلاوه دي؟ جمبري 170. ايه الحلاوه دي النهارده؟ عامل 130. الحق الحق قبل ما يشطر. بطارخ. تعالى بص البطارخ، بطارخ البوري بدات تظهر الموسم الجاي بقى السنه دي ان شاء الله معانا. تمام. ايه بقى الله. دي بطارخ دي 400. ده سلمون. سلمون. ده سلمون. سلمون بنقطعه هنا شرايح. ده فليه؟ النهارده جمعه، صلي جمعه وتعاش. معظم الاسماك اللي هنا جايه منين؟ بحر احمر وبحر ابيض وسويس، وبنروح اسكندريه وبنروح السويس وبنروح دمياط، بنلف الجمهوريه كلها. المركب بتنزل كام؟ مركب كاملة هنا، مركب وساعات مركبين كمان. دنيس واحد الله واحد الله. دنيس ابو 225 ب 200 النهارده. يعني كل حاجة النهارده احنا منزلين فيها، كل حاجة كل حاجة. بتحارب الغلاء، أنت بتحارب الغلاء. 170 130. أيوه بقى. تمام. ظروف الناس، ظروف الناس وحشة. صلى على النبي، صلى على النبي، بيحطم الأسعار النهارده. أكنك على المينا، المينا هنا. المينا هنا. زي ما أنتم شايفين سمك جميع الانواع هنا. اكتر من كام نوع سمك عندنا؟ 100 نوع سمك. تعال هنا كده نشوف السمك. جمبري ب 120 اهو. ده بيتعمل ازاي بقى؟ ده يتسلق، يتقلي زي ما هو، يتعمل شوربه سكوت، يتعمل لمكرونه وايت صوص ابيض. ده السردين البلدي. ده بقى بوري بحر. ده بوري بحر. بسم الله ما شاء الله. بوري بحر والله. ده كام سعره؟ كام ده؟ ده سعره. سعره كام ده؟ بوري فيه 120، في 80، في 70، في لحد 50 كبار. عايزين نشوف النوع ده. ايه ده؟ بياض. بياض عامل كام ده؟ ده عامل 75. وده البوري ده عامل 70 جنيه. صلى على النبي. في بلد صغيره. عايزين نشوف البولت الجميل ده عامل كام. صغيره ايه؟ بلد صغيره 50 جنيه. البولت ده عامل كام؟ البولت 45، اعلى بولت النهارده. اعلى بولت 45 جنيه. 25 35 40 45. اربع اصناف بولت. قول لنا المبيعات اخبارها ايه بقى خلال الفتره اللي فاتت؟ الحمد لله بنلاقي الدنيا بتريح شويه، فبنبدا نريح الاسعار. بتعمل عروض عشان بنعمل عروض ونريح الاسعار عشان الناس. يعني البلاميته كانت ب 60، النهارده 45 جنيه، يعني 15 جنيه. البولت نزلنا 5، بننزل 10. تمام. مشاهدينا ومتابعينا عبر التلفزيون اليوم السامح، كنا معاكم من الجوله الاكبر شادر للسمك هنا في مدينه شبين الكول ومحافظه المنوفيه. كان معكم محمد فتحي مدير مكتب اليوم السامح محافظه المنوفيه. دمتم في امان الله ورعايته.